صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا. وهذه جولة مع صاحبة الجلالة والسعادة لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وموضوعات كثيرة ومتنوعة. نبدأ معكم هذه الجولة الصحفية من صحيفة الأهرام، وتحديدا من الصفحة الخامسة منها. الرئيس خلال استقباله نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لارتقاء بالعلاقات مع جنوب السودان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وضرورة التواصل لاتفاق ملزم لتشغيل وملء سد النهضة. بننتقل مع حضراتكم من صحيفة الأهرام إلى صحيفة الأخبار. ورئيس خلال استقباله قائد الجيش اللبناني الجيوش الوطنية الضامن لتماسك الدول، طبعا سواء خلال يعني لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنائب رئيس جمهورية جنوب السودان أو بلقائه بقائد الجيش اللبناني. طبعا مصر كانت وما زالت معنية ومهمومة بالقضايا والملفات العربية بشكل عام، وحقيقة في مجهود كبير سياسي ودبلوماسي بيبذل في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقائد الجيش اللبناني، ويعني الحديث عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة المختلفة للجيش اللبناني ولأهالينا في لبنان، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها لبنان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. وهذه أشكالية كبيرة جدا بسبب طبعا تقديم سعد الحريري يعني او انسحابه من تشكيل الحكومه لخلافه مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، بالاضافه الى طبعا ازمات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى غلاء المعيشه وتراجع العمله اللبنانيه. طيب احنا بننتقل من الاخبار الى المصري اليوم ومن الصفحه الثالثه منها. إنشاء 17 مجمع صناعي ب10 مليارات جنيه، والهيئة الهندسية تنتهي من مشروع مدينة الجلود بروبيكي خلال العام الحالي. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف. دكتور مسعود صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح النور يا فندم، اهلا بك. حضرتك شايف ازاي هذا الخبر، كيف تابعته في اطار انشاء 17 مجمع صناعي وايضا المدينه الجديده لدباغه الجلود بروبيكي؟ تمام، ده بياتي في اطار اثنين من التوجهات الاساسيه للدوله المصريه. اول واحد فيما يتعلق بانشاء المجمعات الصناعيه، فده ليه علاقه بتطوير قطاع الصناعة وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، دي من ناحية. الناحية الثانية تمكين المستثمرين وخصوصا صغار المستثمرين انهم يقدروا يدخلوا وياخدوا ويتملكوا او يستأجروا مجموعة من الوحدات داخل المجمعات الصناعية، وده بيؤدي الى بكل تأكيد تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في مجال الصناعة. فيما يتعلق بمدينة الجلود بروبيكي، دي بتأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية وهو تعظيم القيمة المضافة. قبل كده احنا كنا بنصدر الجلود كمواد خام في معظمها بأسعار منخفضة جدا، وبنستورد الجلود مدبوغة. دلوقتي احنا بنتكلم على تعظيم القيمة المضافة لمورد مهم جدا او لخامة مهمة جدا من شأنها اضافة. طيب ماذا عن هذا العائد الاقتصادي من هذا المورد الهام كما ذكرت في كلماتك دكتورة مسعود ومدينة الجلود بالروبيكي؟ ونعلم أن كان هناك يعني بعض المناطق طبعا بطبيعة الأحوال في القاهرة مختصة بالجلود ودباغة الجلود، وكان لها تداعيات وتبعات سلبية على المستوى البيئي وعلى المستوى الصحي، خاصة أنها كانت متواجدة في الأماكن المكتظة بالسكان، وكان هناك شكاوى من قبل البعض بسبب تواجد يعني مراكز
أو مصانع أو يعني مقار معينة لدباغة الجلود. كيف ترى هذه الإشكالية، وإلى أي مدى هذا المشروع الجديد للجلود في الروبيكي ربما يتعاطى ويتعامل مع هذه الأزمة وهذه الإشكالية في السابق؟ تمام. يعني مشروع الروبيكي للجلود ليه بعدين، البعد البيئي زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي ان انا بنقل المكان الى صناعه غير عشوائيه. الاول كانت بتتسم بالعشوائيه الشديده وعدم مراعاتها لاي اعتبارات بيئيه، وبالتالي كان لها اضرار بيئيه كبيره. البعد الثاني اللي هو البعد الاقتصادي، انا دلوقتي ما بقى عندنا مدينه للجلود هقدر اوطن فيها صناعه الجلود، وبالتالي انا بنقل صناعة الجلود في مصر من ما بدل ما انها كانت مجموعة من المدابغ والورش اللي معظمها غير رسمي وغير مطابق للمواصفات الى صناعة كاملة متكاملة بقدر ابني قدرات العاملين فيها، بقدر اوصل لهم تمويل لازم، بقدر اقدم الدعم من قبل اجهزة الدولة المختلفة ليها، بقدر برفع مستوى النو هاو والتكنولوجي في الصناعه دي. فانا بتكلم ان احنا من الناحيه الاقتصاديه نقلنا الجلود من كونها حرفه كان بتتسم بالعشوائيه بصوره كبيره جدا الى صناعه للجلود في مصر نقدر ندعمها، سواء من ناحيه التقنيه، من ناحيه التمويل، من ناحيه التسويق، وده يعتبر احد بنود توطين الصناعه في مصر. أعتقد يعني كما ذكرت دكتور مسعود في كلماتك الآن فكرة التسويق، ويبقى التسويق هو يعني الجانب الأهم في أي عملية صناعية أو أي عملية إنتاجية، لأنه هيبقى في منتجات كثيرة وصناعات كثيرة، ولكن فكرة تسويقها بيحتاج لخطة من نوع خاص، لاستراتيجية من نوع خاص، لنهج لابد أن يتبع حتى تقدر أن أنت حقيقة تسوق المعروض أو المنتج أو تسوق هذه الصناعة في ظل التنافس على الصعيد المحلي وأيضا التنافس العالمي. كيف ترى الرؤية المصرية في هذا السياق وفي هذا الإطار؟ تمام. هي الرؤية المصرية في مجال في المشروع اللي احنا بنتكلم عنه، أول حاجة للتسويق هي التصنيع وفقا للمواصفات عالية. وجود مدينة للجلود ترتب عليها ان انا اقدر بقدم الدعم اللازم ان انا بطلع المنتجات او الشركات اللي عامله في المجال انها تطلع منتجات وفقا للمعايير القياسيه، وبنقدر ندعم بطريقه كبيره جدا، والدوله المصريه دعمت بصوره كبيره جدا المكون ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بيكون عندي منتجات يعني مطابقه للمعايير هنبدا من خلال جهاز الصادرات، جهاز تنمية الصادرات أو هيئة تنمية الصادرات، ومع صندوق برضو تنمية الصادرات، إن احنا نقدر بسهولة إن احنا نسوق للمنتجات دي اللي هي بالأساس تم تصنيعها بصورة مطابقة للمواصفات. سهل جدا نعمل يعني مجهود كل اللي هو بيقولوا كولكتيف اكشنز أو يعني مجهود تضامني مع الشركات المنتجة، لأنها كلهم في مكان واحد في بتخضع المدينة لإدارة واحدة. سهل جدا إن احنا نحط خطة للتنفيذ، سهل جدا إن احنا نعمل نوع من التكامل داخل المدينة في عمليات الإنتاج وسلسلة الإنتاج في مراحلها المختلفة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور علي المسعود أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف على هذه المداخلة وهذه المشاركة معنا. ما زلنا مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصحفية الصباحية مع المصري اليوم، ولكن ننتقل إلى الصفحة الخامسة منها، والصحة 179 مركز لتطعيم المسافرين بموجب التأشيرة أو تذكرة الطيران، ورئيس الأمريكي يدعو للالتزام بالكمامة لتجنب إغلاق مناطق متحور دلتا. طبعا احنا حقيقة
عارفين كلنا انه شرط اساسي من شروط السفر او الانتقال من مكان لمكان خارجي انه طبعا مع الباسبور، انه يعني جواز السفر لازم يبقى فيه وثيقه تثبت عمليه التطعيم. وكمان في المقابل طبعا يعني حقيقه مش الرئيس الامريكي بس اللي بيدعو للالتزام بالكمامه، ولكن كل رؤساء الدول يعني بيدعوا لاهميه يعني اتباع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه مختلفة للتعاطي والتعامل مع فيروس كورونا. متابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بك معنا. أهلا، صباح النور. أولا شايف إزاي وضع أو تطور فيروس كورونا في ظل وجود طبعا تطعيمات مختلفة سواء التطعيم الصيني أو الروسي أو الإنجليزي أو الأمريكي، هل ده ساهم بشكل أو بآخر في تقليل نسب الإصابات والوفيات أيضا على مستوى العالم أم لا؟ الوسيلة الوحيدة للسيطرة على أي مرض على ظهر الكون ليس العلاج اللي احنا بنتعاطى، ولكن فقط هو التطعيم. التطعيم هو الوحيد الذي يستطيع السيطرة على أي مرض منتشر في أي بقعة في العالم. هو اللي سيطر على الجدري وتم القضاء على الجدري بالكامل، والسيطرة على شلل الأطفال، الحصبة وما دون ذلك الحقيقة. فالوسيلة الوحيدة للقضاء على أي مرض في أي منطقة من العالم تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية يستطيع أن يعطي مناعة جمعية، مناعة ما يطلق عليه الهيرد إميونيتي، مناعة القطيع، المناعة المجتمعية. هو تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية، وإلى أن يتم ذلك فهنبتدي نظل نسمع عن المتحورات. المتحور يظهر سواء ألفا أو بيتا أو الدلتا أو الأبسيلون اللي هو موجود في أمريكا دلوقتي. يوجد متحورات ظهرت في بريطانيا، ظهرت في البرازيل، في جنوب أفريقيا، الهند. ده نتيجة انتشار الفيروس، نتيجة انتقاله من شخص إلى شخص. المتحور يتم التحور داخل مريض جديد انتقل من المريض القديم. يعني كلما انتقل الفيروس من شخص إلى شخص كلما ظهرت هذه المتحورات. طيب فيما يتعلق بالتطعيمات أو اللقاحات يا دكتور منيسي، يعني هل الفعالية حقيقة لما أجريت في هذا التوقيت لتتناسب مع طبيعة الفيروس في ذلك الوقت أو في تلك المرحلة، ولكن مع تحور فيروس كورونا دلتا وغيرها من متحورات مختلفة، هل لازالت الفعالية واحدة ولا اختلف الأمر باختلاف خصائص الفيروس نفسه؟ حتى الآن كل التطعيمات الحالية تستطيع أن تتعامل مع المتحورات. حتى الآن التحورات اللي احنا بنرصدها أو اللي يرصدها العالم ده شيء مطلوب علشان التطعيمات الجديدة، وكل ده معمول حسابه في التطعيمات. فلا داعي للقلق أو لقلق رجل الشارع العادي من هذه المعلومة. التطعيمات اللي موجودة ليست استمرارا للفيروس القديم، ولكن حتى الآن يعني لم يحتاجوا إلى تغيير هذه التطعيمات. وطبعا التطعيمات اللي هنشوفها في السنة القادمة هتبقى مغطية كل التحورات الحالية، وده احنا بنشوفه زي اللي بيحصل في تطعيم الانفلونزا. فتطعيم الانفلونزا اللي الناس هتاخده في اكتوبر القادم للسيطرة على الانفلونزا لا يعني لا علاقة له بالتطعيم اللي اتاخد السنة الماضية، فهو ليس نفس التطعيم. فهذا الموضوع لا يقلق رجل الشارع، لأن الشركات بتبقى بتقوم بهذا الدور بدون أي مشكلة، وأي تغيير لا يحتاج داخل أي شركة إلى أكثر من 40 يوم، ده أكبر رقم، هو بيبقى أقل. فهذه الـ يعني الفكر الذي يشغل رجل الشارع هو فكر منطقي طبيعي، لكن لا داعي للقلق لأن ده معمول حسابه. تمام. وفعاليات التطعيم حتى الآن عظيمة، وأي تطعيم موجود ده تم إجازته من منظمة الصحة العالمية، ولا تستطيع دولة أن تتعامل بدون إجازة من منظمة الصحة العالمية.
طيب دكتور مناسي، يعني في الأشخاص اللي بالفعل تلقوا التطعيم واللقاح شايفين إن هم مش بحاجة إن هم يعني يتبعوا ويتخذوا الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، من ارتداء كمامة أو يعني اللي هو الناس كل شوية حد ماسك كحول وبيغسل إيده مش عارف إيه وبتاع. طبعا دي يعني هذا الأمر متعلق بالنظافة العامة، هذا ملوش كلام علاقة بالفيروس مرفوض، من عدمه، ولكن فيما يتعلق بارتداء الكمامة هل هي ضرورية بعد التطعيم لابد ولا؟ من الاستمرار في لبس الكمامة، لابد حتى التطعيم، لأنك أنت لا تعلم هل أنت من المستفيدين من التطعيم أم لا، بالرغم من تطعيمك، لأن في حاجة اسمها الكفاءة وفعالية التطعيم وأمان التطعيم. طبعا كل التطعيمات الموجودة آمنة، الفعالية والكفاءة هنقول إن أفضل تطعيم على ظهر الكون هو فايزر وموديرنا، الفعالية 95%، يوجد 5% لن يستجيبوا للتطعيم وكأنهم لم يتعرضوا للتطعيم. فلا بد من الاستمرار بلبس الكمامة حتى لو 1%، فلا بد إن الجميع يظل في لبس الكمامة، لأنه لا يدري هل هو من 1% أو من الباقون الذين استفادوا بالتطعيم. طيب ده فيما يتعلق بالاشخاص اللي اخذوا بالفعل اللقاح او التطعيم. في بعض الناس لحد دلوقتي يعني عندها شويه قلق او شويه تخوف، فكره انه مدى فعاليه التطعيم ده، هل ممكن يبقى ليه تداعيات او تبعات سلبيه على المدى القصير او المدى البعيد؟ في بعض اللي بيروج يعني مجموعه من الشائعات او الاكاذيب فيما يتعلق، لا ده واحد اخذ التطعيم وقع مره واحده تعب لا قدر الله، مات، حد حصل له أعراض مش لطيفة. فيعني إزاي نحن نرد على هذه الجملة من الافتراءات كما يراها البعض اللي بتثير حالة من الفزع أو القلق عند المتخوفين من تلقي لقاح أو تطعيم فيروس كورونا؟ للأسف إن كثير من مروجي هذه المعلومات عندهم قناعات عظيمة، ومنهم بعض الناس اللي احنا بنظن أنهم متخصصون، ولكن في الحقيقة هم غير متخصصون نهائياً. لا يمكن أن نكون ضد التطعيم، لا يمكن، هذا شيء هراء، ده عودة إلى ما قبل ظهور عصر التطعيم، ده عودة إلى ما إلى القرن 18، ده كلام مرفوض. التطعيمات هي الوسيلة الوحيدة التي قضت على الجوائح على مر التاريخ، وليس العلاجات، ليس ظهور العلاج، ولكن التطعيمات هي اللي أنقذت البشرية، ده رقم واحد. احنا عمرنا ما بنسأل يعني واحنا رايحين نطعم اولادنا هل في خطورة من التطعيم ولا لا، احنا بنروح نطعم اولادنا من الجدري وشلل الاطفال والحصبة والدفتيريا وكل هذه التطعيمات، ولم نسأل يوما، احنا دايما التطعيمات الاجبارية الموجودة، وعلما بان هناك بعض هذه الاثار الممكن تحصل المناعية للاطفال، وطبعا نسبتها ضعيفة جدا. فما فيش حاجة اسمها أنا ما أخدش التطعيم، ده كلام صحيح. مرفوض. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه النصائح دكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، شكرا جزيلا لحضرتك. وبننتقل لموضوع آخر، ويد الفراعنة يفوز على اليابان في الأولمبياد، المنتخب الأولمبي يطيح بأستراليا ويواجه البرازيل في ربع النهائي. طبعا ألف 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 مليون مبروك، مزيد من النجاح والتوفيق والسداد، حقيقة شيء بيدعو للفخر وبيدعو للعزة والامتنان، وده دايما بيؤكد أنه رغم الاهتمام الشديد جدا بكرة القدم وبلعيبة كرة القدم، بنلاقي انه اللي بيعوضنا في المقابل الالعاب الاخرى اللي يمكن مش واخدة نفس الحظ من التسليط الضوء عليها والاهتمام بها بشكل كبير. بننتقل للخبر الأخير في هذه الجولة الصحفية من الجمهورية، ومدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع سكن كريم، اهتمام كبير من الرئيس وحصر الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة. دي حقيقة كانت إطلالة سريعة لأهم وأبرز ما طلعتنا بها الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح. بعد الفاصل نتوقف وموجز جديد لأهم وآخر الأنباء.